أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. من فجر سد كاخوفكا أو كاخوفسكايا؟ الخلاف حول الاسم أيضا يعطي سمة جديدة لمدى العنف. لأول مرة أوروبا تتجاوز جرائمها، فأول ما سطرته في قانون الجرائم جرائم الحرب، فإن السدود تسبق أماكن العبادة أو الكنائس. هذا في كل أوروبا، هذا في التقليد العام. لكن اليوم أصبح الأوروبي أشرس وأعنف مما سماه تماما إرهابا داعشيا، عندما كان الجميع يتخوفون من سد الموصل. الآن العنف في أوروبا يتجاوز داعش، وهذا الذي خلق أزمة ضمير أساسا في داخل أوروبا. أوروبا التي نرى فيها اليوم من يصنع جرائم الحرب، ليس فقط لأن الأمر يتعلق بضربات موجعة ومن داخل ما سمي بالهجوم الأوكراني المضاد، والذي يشمل فصين: المعارضة الداخلية في بيلغورود، ومن جهة أخرى سنجد أن هناك استخدام لكل الوسائل من جهة أوكرانيا التي ضربت الجسور. أيضا في أغسطس 2022 جربت أن تقصف تماما بألدر نفس السد، وأوقفت 3 توربينات من أصل 6 توربينات. هذا معناه أن مسألة استهداف هذا السد كان منذ أغسطس 2022، مما يجعل هذه العملية اليوم عملية مدروسة. إذن من قام بهذه العملية؟ أولا بالنسبة للسابقة في أغسطس 2022، فالأمر يتعلق بأوكرانيا، وأمام ضربات الجسور وجسر الكرم وغيرها فإن الاتهام أقرب إلى أوكرانيا. في الاتجاه الآخر سنرى أن هناك من يقول بضرورة خلق مستوى محدد من ما يسمى بالحدود الطبيعية لدونباس، لكن هذا الاختلال يخدم أوكرانيا قبل أن يخدم روسيا لأسباب عدة. أولا هناك إمداد 30,000 من القوات الروسية بالمياه إلى جانب المدنيين، نحن نتحدث عن 17,000 تقريبا. إذن لدينا حوالي 47,000 إلى 53,000. ومهم جدا اليوم ضرب مصدر الماء الشروب ل30,000 مقاتل روسي على الضفة اليمنى من دنيبر، والهدف خفض الديموغرافيا في هذه المنطقة على وجه التحديد. إذن هذا هو الأساس الأول بالنسبة للعملية. هناك أيضا أزمة للاجئين، هناك حوالي آلاف اللاجئين وقد تصل بين 17 وإلى 27,000. الكل اليوم سيكون أمام أزمة إنسانية وأمام أزمة لجوء متجهة إلى روسيا، وهذا الذي سيضع ثقلا إضافيا وفاتورة إضافية للسلطات الروسية. المسألة الثالثة: عدم إمكانية خلق ما قد يسمى بدونباس كما يتصوره تماما الروس. اليوم الجغرافيا انقلبت وأصبح هناك ما قد يسمى بجزيرة، خرسون أصبحت شبه جزيرة وحولها المياه. معنى ذلك أن الظروف اليوم مع دنيبر سيكون هو الحل النهائي للحدود. لهذا فالأمر لا يتعلق بضفتين، بل أساسا أمام جزيرة. والآن هناك اعتبارات أساسية للتعاطي مع هذه الجزيرة، وخلق جزيرة أخرى إلى جانب الثعبان سيكون جزئيا محاولة ضرب
أزوف، ولدينا الآن على الأقل هناك قيادتان في أزوف اليوم، والوصول إلى 5 إلى 6 كتائب أيضا بالنسبة لحوالي 60 طائرة إلى 120 طائرة. كل هذه المخططات كلها حاول الأوكراني ضربها في العمق. إذا لدينا هذا الترتيب بالنسبة لما يعتقده الجميع بأن أوكرانيا لديها مصالح بشأن خلق أزمة ديموغرافيا وأزمة جغرافيا في ابتلاع دونباس. إذا هناك صعوبة كبيرة في مثل هذه الرؤية. إذا هناك إمكانية لاتهام أوكرانيا. في الاتجاه الآخر تماما سنجد أن أوكرانيا تؤكد أن روسيا هي التي سببت في هذه الأزمة خشية الهجوم، رغم أنه هجوم إلى الآن بدون نتائج باهرة. هذه مسألة أساسية أولى. المسألة الثانية أن قيادة حرب كانت طويلة الأمد واستنزافية إلى أبعد حد في باخموت وفي غيرها، يعني أن مثل هذا الأمر ليس جديدا، فلماذا تدمير سد بحجم واسع للغاية؟ نحن نتحدث فقط عن خزان ب 44 مترا في الارتفاع، حوالي 18 متر مكعب في الملء العام، وبالنسبة لمساحة تقدر ب 2155 مترا، وبطول 230 كيلومتر. هذا على صعيد الخزان. وعموما فإن هذه النقطة 46 46 34 شمال 33 22 17 شرقا الكل يعلمها، والارتفاع في هذه الحالة بالنسبة لباقي السد 30 مترا وبطول 3273 أي 3 كيلومترات و273 مترا، على أساس أن أمر هذا السد هو حاسم بالنسبة للجميع، إذ سنجد أولا عملية التبريد بالنسبة لزابوروجيا والمحطة إلى آخره، وأيضا بالنسبة للكهرباء والماء الشروب. كل هذا جعلنا أمام 22 ألف نازح تقريبا، 300 منزل على أقل تقدير ستتضرر. إذن لدينا صعوبة كبيرة، لأننا نتحدث عن 48 ألف مسبح أولمبي. كأننا أطلقنا 48 لنتصور هذا 48 ألف مسبح أولمبي دفعة واحدة أطلق في اتجاه واحد. إذا هذا لنتخيل ما معنى 18 مليار متر مكعب. وليس 18 مليار متر مكعب، هناك 18 مليار و 180 مليون متر مكعب، يعني شيء يمكن أن نؤكد معه أنه قبلا، يعني قبل حوالي 4 أشهر إلى 5 أشهر كانت نسبة الملء في حدود 20 إلى 30%، اليوم 80%. يعني أننا نتحدث اليوم عما يتجاوز 15 مليار متر مكعب هي التي أطلقت الآن. إذن أمامنا رغبة في إحداث هذه الخسائر، لأن قبلا وقبل هذا الشتاء كان واضح بين غشت اللحظة التي كان فيها هذا التمرين باتجاه ضرب هذا السد، كان واضح أن الأمر يتعلق ب 30%، لكن تركت العملية إلى 80%. هذه مسألة رئيسة يمكن التأكيد أن هناك من يريد خلق أزمة إنسانية، أزمة إنسانية لدى الأوروبيين الذين آلفوا أخبار أوكرانيا، وأزمة إنسانية لنظام بوتين أمام أزمته بإضافة 17 إلى 23 ألف نازح ولاجئ في داخل روسيا. كل هذا يعلمه الجميع، بالإضافة إلى 30 ألف التي لن تجد الماء الشروب الآن بالنسبة للقوات الروسية. هذا هو الذي يريده تماما الأوكراني.
إذا بدون طلقة كان واضحا أن أمر الحرب قد انتهى في خرسون وتحول إلى خلق جزيرة. إذا هذا هو التصور الأول للعملية. عندما نأتي إلى الرأي الغربي سيتأكد شيء آخر، أن بوتين هو صاحب هذه العملية لأنه يريد الاستفادة من 30,000 هذه وتحويلها إلى مناطق الصدام. إذن بالنسبة لخيرسون الآن الطبيعة تحميها، وأساسا هناك صعوبة دائمة لأن طيلة هذه الفترة ونحن نسمع دائما عن محاولة تسلل عبر زوارق صغيرة، دائما محاولة الوصول إلى الضفة اليمنى، هذا كان أمرا طبيعيا جدا وكان قصفا في الاتجاه الآخر. إذا من الصعب جدا التفكير في هذا المعطى لسبب واحد، لأننا نتحدث عن 30,000. عندما نتحدث عن 30,000 كم لدى أوكرانيا التي ستهاجم؟ لذلك فتركيز القوات كلها هناك في خيرسون، فتخفيف هذه القوات كان إحدى الوسائل التي تخدم أوكرانيا وليس روسيا. المسألة الثانية أن ما حدث في بيلغورود يحدث في مناطق أخرى، لذلك فتفجير، يقول الأوكراني أنني لست الذي فجرت هذا الخزان، قد يكون الأمر كذلك وفعلا روسيا لم تفجر. إذن من الذي فجره في واقع الأمر؟ إنها المعارضة المدعومة غربيا ومن روس، هم روس ولكن ولاءهم هناك، لأن ضرباتهم كانت موجهة في بيلغورود إلى كل البنيات بما فيها الأسواق وإلى آخر. إن الضربات التي وجهها الروس ضد بوتين أو المعارضة الروسية ضد بوتين كانت لا تعرف لا أسواق ولا أيضا محطات تطهير ولا محطات كهرباء ولا غيرها، هذا الذي لاحظنا. يعني أن لا الجيش الأوكراني ولا الجيش الروسي، اللعبة أكبر، الغرب يتصيد بشكل كامل هؤلاء المعارضين، فلا يتهم على وجه التحديد الأوكران، وفي نفس الوقت هم روس وقادوا العملية بهذا الشكل. وهذا الذي حدث في جسر القرم انتقل إلى خيرسون وسينتقل إلى أبعد من ذلك. لكن الوحشية التي ظهرت بها أوروبا عموما وهي تدعم مثل هذه العمليات وتنسق وتعطي وتنقل حجما هائلا من المتفجرات، إذا نفس المتفجرات في جسر القرم، يعني ضرب البنية التحتية. إذا لدينا هؤلاء الذين يركزون على عمل الاستخبارات. إذا الوصول إلى هذه المنطقة بنفس الذي حدث في جسر القرم ومن معارضين أو متواطئين مع كييف، وهكذا فإن الوضع العام قد يأتي من ضربتين دفعة واحدة، يعني محاولة خلق هذه الضربة عبر ألدر وأيضا بالنسبة للمتفجرات للمساعدة. وهذا سيناريو غربي إلى الآن في طور التحقيق، ولكن هل عملية التفجير هذه لن تظهر؟ لقد ظهرت. عندما نأخذ الصور سيتأكد أن إطلاق الصاروخ ألدر الذي جرب في 2022 بنفس الإطلاق، هايمارس بنفس الإطلاق، يعني أن حالة ألدر زائد 2 هايمارس، وقد جربت 4 إطلاق 4 صواريخ دفعة واحدة، ونذكر المجزرة التي حدثت بالنسبة للضباط لمن يتذكر، يعني إطلاق 4 صواريخ دفعة واحدة. لم تجرب هذه القضية مرة أخرى إلا مع السد. إذن السد قد يكون مزودا، ولكن هذه الشحنة هي لم تسعف حالة الانفجار رغم حالة الإطلاق. الإطلاق تم عبر أكثر من صاروخ جرب في مدرسة الضباط وفي هذا التجمع الذي كان في يوم حساس، فكان مؤثرا للغاية.
إذن هذا القصف عبر أيمارس 4 أيمارس في هذا الهجوم هو الذي شكل الأزمة. وقد استبق الأمر بأداء لسبب واحد، لأن الصورة التي ستظهر بها ستظهر مع ألدا وستؤكد العملية التي كانت في غشت أو أغسطس 2022. لذلك فإن العملية اليوم عملية بصواريخ متتابعة، وهذا الذي شكل نوع من التتابع الذي لا يمكن معه فقدان السيطرة. فكان القصف ثم أعيد القصف وفي نفس المكان وبدقة عالية. لذلك فمثل هذا الاختراق أتى ما بين 4 إلى 6 صواريخ تماما نفس الإجراء الذي كان في مدرسة الضباط، وهذا التدمير الذي حدث وبنفس الكيفية، مما يجعلها سوية مع الأرض. نفس الأمر حدث، والدليل هو أن الضربة ثم الضربة ثم الضربة ثم الضربة وهي حدود 4 وكلها متتابعة يظهر كأنها واحدة. هذا هو الشيء الذي يمكن اليوم الاعتماد عليه. فهل ساعدت قضية أن وراء المياه هناك متفجرات؟ هذا يمكن أن يتأكد بعدا، لأن مثل هذه الإمكانية واردة لسبب بسيط جدا. عندما نعرف درجة الزيوت التي جرفها أو جرفتها السيول، سيول نهر دنيبر بعد هذه الأزمة، سيتأكد أننا أمام خسائر فادحة. وفي لحظة محددة كان واضح أن مثل هذه الزيوت لن تسمح بأي تحقيق كيفما كان نوعه. لكن في نفس الآن لدى روسيا وأمام بدء هذا الهجوم، هناك ما يثبت أن لدى روسيا أشياء أخرى قابلة للتحقيق. لذلك فهي طالبت بجلسة عاجلة لمجلس الأمن لوضع النقط على الحروف في أكثر من تفصيل في هذه الحادثة، وثانية لمعرفة أي موقف. هل يمكن أن يذهب العالم نحو التحقيق مع الأمم المتحدة؟ هناك الوكالة الدولية أساسا في زابورتشيا، ولديها اتصال مباشر، لأن مثل هذه المياه هي التي تبرد المفاعلات النووية هناك. معنى هذا أننا نتحدث اليوم عن وكالة الطاقة الذرية، وأيضا لدينا اعتبار آخر بالنسبة لما يحدث من جريمة حرب واضحة الآن. فمن يتحمل مسؤوليتها؟ يجب أن تكون هناك لجنة للتحقيق. هذه اللجنة يجب أن تكون تقنية، وهل يسمح الجميع بذلك؟ الآن يمكن السماح لأن أي لحظة سيتمكن فيها العالم من الوصول إلى الحقيقة سيكتشف شيئا خطرا للغاية. أن الذي فجر نور ستريم ومن داخل المياه وبالمتفجرات نفسها وهناك أيضا التقنية نفسها، هنا جاء الخطأ. الخطأ الذي كان بالنسبة للغرب أن هناك متفجرات وبنفس التقنية من داخل المياه كما في نور ستريم تماما، وهذا الذي حدث أيضا في هذا السبت. لذلك فإن أي تحقيق سيذهب إلى مثل هذا الوضع، لأن أبسط قراءة لجميع الصور والصور بالأقمار أيضا، وبالنسبة للساعة التي حدث فيها ما حدث، وبالنسبة لحالة التفجير، وبالنسبة أيضا لما بعد 31 مترا بالنسبة للحالة التي وقعت في الخزان، كل هذا يجعلنا أمام خلاصة مركزية، أن الذي فجر نور ستريم هو الذي فجر من نفس هذه التقنية. أولا تقنية الآيمارس ب4 ضربات متجهة نحو نفس الهدف وفي أقل من ثوان. فقد جرب في مدرسة الضباط كيف يمكن
القصف وكيف يمكن أن ينجح، وبالنسبة للمتفجرات أساسا والتي يمكن أن تعطي شيئا آخر، نفس المتفجرات هي بالدقة التي كانت في نورد ستريم. إذن العملية مدروسة للغاية وتحاول أن تؤزم بوتين في هذه الظرفية على وجه التحديد، ولأنها تريد أن توضح الوحشية، وهذه الوحشية اليوم تتجاوز داعش على الأقل في الفكرة الغربية والفكرة التي تتبنى المسيحية. لأول مرة المسيحيون بهذه الدرجة من العنف، وهذا يشوه بشكل كبير جدا الجميع. لذلك فالتقديرات اليوم تقديرات صعبة للغاية ومتطرفة للغاية، وبالتالي فإن هذه الوضعية وضعية شديدة التعقيد والحساسية إلى أبعد حد. إذن أي تحقيق نزيه في هذه الحادثة وبعد دراسة جميع القرائن، فإنها ستتوصل إلى أحد أمرين، إما الغرب، وإما الغرب الذي سلم لروس هم من المعارضة التي تدعمها أوكرانيا وقاموا بالعملية. في كل حال فإن هايمارس هو الذي قاد العملية بشكل رهيب رغم حالة الإطلاق الذي أحدثها ألدر، ولكنه من دون تأثير، من دون تأثير إطلاقا. هذا الذي يمكن تأكيده الآن. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.